إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى دائما السلامة للجميع. بخصوص يا إخوان حليب الحمير وقصة العلاج وقصة حلال أو حرام، أنا للتوضيح لا قلت حلال ولا قلت حرام. ناس كانوا يطلبوا مني، كنت أعطيهم، عندهم طفل مريض مضطرين يعني، وكانوا الحمد لله أموره تتحسن. الآن أنا جبت هاي الحمارة، كلت تولد عندي، وبصير اللي بده حليب بنعطيه لله تعالى. من ناحية حلال وحرام أنا ما بفتي، ومن أفتى بغير علم فقد كفر. لكن أنا عندي وجهة نظر، يعني أنا بقول لك وجهة نظري، أنت صححني، شفتني غلط كلي، في عندك رأي ثاني كلي. بالنسبة للأدوية بشكل عام يا أخوان، في ناس بيجي بقول لك حليب الحمير نجس. طيب شو النجس فيه؟ مثلا الحمارة بتوكل حشيش وربيع وخضرة وفواكه، بينما في حيوانات بتوكل خلطة فيها عظم دجاج ومصارين وبطعموها وبكلوها الناس مثل الخرفان. اثنين، هناك أدوية كثيرة بصنعوها مثلا من الخنزير، ملان، والخنزير حرام، ولا هذا حرام وهذا حلال مثلا، ما بعرف أنا. بس أنا بقولكم هناك الكثير من الأدوية، سواء بخذوها من الإنس وغير الأعشاب والشغلات هاي، تتاخذ من حيوانات مثلا حرام، لكن بما انها دواء وعلاج حلال. هكيت بيجي مثلا واحد بقول لك، انا بحكي وجهة نظري، ما بعرف انا شو بيمشي الشرع، طبعا احنا معه، بيجي بقول لك لا حرام، حتى لو الشخص يموت ويكون مثلا شفاؤه على الحليب هذا حرام. طب كيف صارت؟ طب اذا شفاؤه على الحليب هذا ليش ما ياخذه مثلا؟ انا بحكي وجهة نظري. طيب لنفرض ناس مقطوعين طيارة مثلا مرة وقعت في جبل وانقطعوا الناس، صاروا عشان اللي ضلوا عايشين صاروا يأكلوا لحم الناس الميتين، وهي القصة حصلت حقيقية يا اخوان، وعاشوا عبين من دلوا عليهم وانقذوهم. مثلا اكل لحم البني ادم حرام؟ حرام. لكن يا اخوان انا من وجهة نظري اذا كان في شفاء لشخص وبطيب، شو بده يكون حرام يعني؟ ليش مثلا؟ انا بقولكم اذا انا بحكي غلط كلي لا حرام حرام، انا مع الافتاء والشرع، عرفتوا كيف يعني؟ كيف بدي اقول لكم، زي قصه العربيد او الافاعي غير سامة، بيجي بقول لك حلال قتلها، اوكي انا يا سيدي بدي امشي معك، لكن هل حلال قتل حي غير سامة لا تمتلك غدد سم؟ ما بتعمل شيء. ممكن القصد في حلال قتل السام، ممكن يعني، ممكن في بكون يا اخوان سوء فهم بالموضوع او سوء تفاهم. يعني انت ادرس الشغلة وحللها، ثعبان اسود غير سام مفيد، بوكل فران بوكل الحيايا ما له اي ضرر، والعكس مثلا ليش انا اقتله مثلا؟ يعني انا بس هيك بحكي وجهة نظري يا اخوان، وانتو يعني في النهاية ما بعرف حرين. وانا اذا كنت انا بعطي الناس حليب وكان حرام، ما بعرف اخوان، بس يعني بما انه بشفي، والله كثير ناس دعوا لي من وراء الموضوع هذا، بالاخص الناس اللي عندهم ربو، في ناس عندهم ربو ببطل يجاوب معهم لا 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 دواء التحسس الحساسية ولا الكورتيزون، فكان يجاوب معهم حليب الحمير، تخيلوا سبحان الله، كانوا يتحسنوا مثلا. على كل حال الواحد بتعلم وبيعيش، ومش غلط الواحد يسمع رأي الثاني، وأنا أحترم رأيكم، وأتمنى إنه ما يكون إشي غلط بنعمله، إحنا بالعكس بنحب نعمل إشي يكون مفيد ومنيح، ونتمنى السلام للجميع.